طيب عايز اخد حضرتك لنقطه في منتهى الاهميه، هي نقطه الحدث اليوم، رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الاهلي. رايك ايه في الخروج، خروج بيتسو موسيماني من النادي الاهلي؟ خروج رائع. اه وبيتسو يعني موسيماني قدم عليه، ويمكن ده انا شفته في يعني الكواليس، ان حان اوان الفراق بين النادي الاهلي وبين موسيماني. خلاص قدم عليه، والنادي الاهلي شاف ان هو اكتفى بالوقت بتاعه، وفي منتهى الرقي في خروجه والاعتذار والتقبل والوصول للمراحل النهائيه. ان شاء الله يكمل سامي قمصان. سامي من المدربين الواعدين، خد خبره كويسه جدا مع الفتره اللي فاتت، ان شاء الله يكمل الفتره ديت، وبالنسبه له يعني فرصه كويسه لاثبات برضه دور المدرب المصري. مش عاوزين المدرب المصري لا يتحرق في المنتخب ولا يتحرق في النادي الاهلي بمناسبه النادي الاهلي، عارف ان انت علاقتك دايما جيده بالنادي الاهلي، وجميع النادي الاهلي تحبك، وانت كمان تحترم النادي الاهلي دايما، واكيد طموح ليك انك في يوم من الايام تدرب النادي الاهلي. مفيش شك طبعا. ليه بقى؟ النادي الاهلي قمه الكوره في مصر. انت لما مرنت النادي الاهلي اتمرن المنتخب. الفتره اللي فاتت ديت هو في حد بيمرن المنتخب غير من الاهلي او الزمالك؟ صحيح. هو في حاجه ده اول مره ايهاب جلال اللي هو خارج الاهلي والزمالك، بس درب الزمالك. ها؟ ودرب الزمالك قبل كده، يعني عدى على الزمالك. بس خارج من ابناء النادي الاهلي والزمالك. صحيح. مفيش مدرب، هات لي مدرب على مستوى التاريخ يعني خارج الاهلي والزمالك في الفتره الاخيره، 20 سنه 30 سنه الاخيره. فالنادي الاهلي انا قصدي يعني النهارده موسيماني لما جه النادي الاهلي جاي عشان سي في تقيل، مش كده ولا ايه؟ نادي القاره. هو ده باعترافه شخصيا. صح. يعني انا قصدي تقل السي في لما بيروح بعد النادي الاهلي، انا مدرب النادي الاهلي. تفرق كتير طبعا. بيتسو موسيماني استفاد من الاهلي اكتر ولا الاهلي استفاد من بيتسو موسيماني؟ لا، هو استفاد من النادي الاهلي اكتر. هو حد كان يعرف موسيماني؟ قال على صعيد جنوب افريقيا، مع احترام يعني. صحيح. وكان واخد دوري ابطال افريقيا فقط لا غير، وكان واخد دوري ابطال افريقيا وعمل نتائج كبيره قدام النادي الاهلي في المباراه. انا قصدي يعني النادي الاهلي اكثر انتشارا من سان داونز. طبعا طبعا، واسم اكبر بكثير. مفيش شك. وهو طبعا لما اتعرض عليه ما تنساش ان هو ساب سان داونز، مش كده؟ كان هو مدرب سان داونز. لما اتعرض عليه النادي الاهلي ما ترددش، لان هو عارف قيمه لما ايه يعني ايه يبقى مدير فني النادي الاهلي. النهارده لما هو مدير الفني النادي الاهلي، منطقه الخليج كلها ممكن تطلبه بشكل كبير جدا. معظم الانديه في قاره افريقيا ممكن تطلبه بشكل كبير جدا. هل مصطفى زناني معروض على الاهلي، او الاهلي يطلبه من طلائع الجيش؟ احنا كل لعيبتنا معروضه. كل اللعيبه معروضه. ايجنتات ما شاء الله. يعني الايجنتات يعني بتزن على الاولاد. بس مصطفى زناني كلام كتير عن النادي الاهلي في الفتره الاخيره تحديدا. والله انا سمعت كتير يعني. صراحه يعني. بس اكيد بيتكلم معاك. ما فيش حد يعني واقعيا غير مهند هو اللي راح بيراميدز. عفوا، فيوتشر. لكن لو انت بتكلمني عن مشروع انا استمر فيه مع طلاء الجيش، فانا محافظ على كل اللعيبه بتاعتي، خاصه اللي هي عقودها ممتده. اذا كنت عاوز تكمل، لان انا ما ينفعش ان انا كل سنه ما انا لما جيت قبل ما امسك عملت سكاوتنج. هو ليه طلاء الجيش كل سنه بينافس على النزول؟ لقيت ان اول سبب ان كل سنه بيفقد 15 لاعب، من 10 15 لاعب كل سنه بيخشوا تجديد. مش كده ولا ايه؟ لان طلاء الجيش ليه ظروف خاصه. صحيح. واخد بالك؟ صحيح. فده على المستوى الفني مفيش استقرار فني عشان تقدر المشروع اللي انا بقول لك عليه. مشروع اللي ابتديناه يعني معناها احنا هننهي الدوري فين وهنبدا من حيث انتهينا. صحيح. عشان نكمل. صحيح. انت قوامك الاساسي مين؟ وبعدين تقول انا عاوز 1 2 3 4، لان انا بتعامل مش بالكام، بتعامل بالكيف. انا محتاج تدعيماتي في 4 5 6 اماكن، لان عندي قوامي. الكلام ده المشروع اللي احنا عملناه مع حرس الحدود كان قوامي ثابت. صح. فرقه ما وصلتش لقمه التوب الدوري المصري الا لما كان نضجت، والولاد وصلوا لدرجه انسجام عالي جدا جدا. والفرقه ابتدت يبقى لها شخصيه. طلائع الجيش بيفكرني بكده، ان الفرقه ابتدت لها شخصيه. فعشان تحافظ على النجاح ده لازم تحافظ على اللعيب. هو انت اللعيبه هي السلاح. صح. مش كده ولا ايه؟ صح. من غير اللعيبه ديت مش هتنفس. يعني مين اللي عنده عروض دلوقتي واضحه من الاهلي والزمالك؟ مفيش حد. محمد بسام، عمرو السيسي؟ لا، بسام. بسام مختلف. الفيل مختلف، لان الاثنين عقودهم تنتهي. والنادي عندنا الفيل وبسام. النادي عندنا حاليا في الوقت الحالي لما لعيب بتنتهي عقوده طبعا نظرا للفارق الفوارق الماديه، فما بيبقاش عقبه في رحيله، خاصه بسام. بسام بقى له 10 سنين مع النادي. مظبوط. والفيل بقى له مده حوالي 5 سنين مع النادي. بسام رايح فين؟ معرفش.
ما تعرفش. اه لكن في كلام كتير جدا في انديه كتير بسام يعني صراحه يستاهل مكانه كبير صراحه. انا استغربت ان هو ما انضمش المنتخب صراحه لان بالارقام ما دخلش فيه غير 4 جوال في 12 مباراه متتاليه. اذا انت الارقام بتتكلم صحيح مش كده ولا ايه؟ واحد زي ده محافظ على الكلين شيت بتاعه محافظ على فرقته وفرقته كانت تحته وبتقدر الفرقه. يبقى لازم يتبص له مظبوط 100%.